السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصة صريح جدا. اليوم راح نسقسيو الجزائري ونقول له وشنو هو أغلى شيء مادي تملكه ونشوفوا كيفاش تكون الإجابة. تابعوا معنا. وكيفاش واش تقول لنا على هذه القيمه الماليه ولا الماديه؟ واش حنقول لك، هي قيمه ماليه بصح يعني سا متوش فريمون او كور، باسكو يعني بابا كيخمم فيك وفي لافونيغ تاعك وانت صغير. يعني سي اون نقول اون شوز كي ما توشي فريمون، يعني ماشي ميت ولا ربي طول في عمره بصح خمم عليا زعما بلو تار كيفاه حنعيش. كيفاش كانت رده الفعل تاعك يا طالك هذه القيمه المال؟ سي لا جوا تو سامبلومون. شكون ناوية ديري بها؟ سا ديبون، بالك نكمل لي زيتيود تاعي في ليترونجي ولا ندير بهم ان بروجي، أباغ سا زعما مش حنخسرهم في حياتي نورمال يعني الحمد لله. وشنو هي أغلى حاجة مادية راك تملكها حاليا؟ يما حاجة مادية يعني؟ مادية، حاجة مادية مادية. والله ما على باليش، والله كاينة حاجة مادية كل شيء يروح. واش راك مالك دوكا راك تشوفها يعني هذيك هي اغلى حاجه راك مالكها؟ والله ماديه هكذا جات من اسم الموسى، والله ما على بالي حاجه ماديه. ما عنديش حاجه ماديه غاليه، ما عنديش، الله ما عندي حاجه، ما حتى حاجه ماديه هكذا غاليه عندي. كل شيء يروح كل شيء يولي كل شيء، حاجه هكذا غاليه عندي عندي يمها برك. هذا واش كاين اغلى حاجه تكسبها؟ حاجة مادية يا أخي، مادية بالك تملك سيارة. هذيك هي أغلى حاجة. في المادة هذيك هي أغلى حاجة. إيه في المادة هذي. ما كاش فوقها. كل ماما ما كاش فوقها. كيفاش كانت ردة الفعل تاعك كي أول مرة يعني ملكت سيارة؟ أنا ملي كنت صغير نملك سيارة بصح تدريجيا بدينا من تحتها وجينا طالعين راك تعرف، على حساب الوقت على حساب الآخر. بدينا بسيارة بسيطة ومن بعد ربي يفرج الحال. وناك لاحق السيارة؟ شحال السومة تاعها ولا شنو؟ دوكا راهي في 650 هكذاك. 650 مليون؟ الله يبارك فيك خويا، نعقو بالك ان شاء الله. عندي مبلغ معين. مبلغ مالي؟ مالي نعم، معين ندور به كما نقول. احنا مع في الغرب نهضروا كيما هكا. يعني تاجر به؟ تاجر به نعم. راس مال هذا مكان حاجة نسبة قليلة زعما. ماشي كبير بزاف. ماشي كبير بزاف، هذه تأكد منها كاع نيشان. بكل صراحة وشنو هي أغلى شيء مادي تملكه؟ أغلى شيء مادي أو معنوي نملكه في هذه الدنيا هي الأم. أم أغلى من المال وأغلى من كل شيء، ما تقدر ما عندهاش ثمن ولا تقدر بأي حاجة، هي الأم. لو كان نقول لك يعني شيء مادي، أغلى شيء مادي تملكه يعني بعد الأم نحكيو على الشيء المادي. المادي ممكن قبر الحياة، قدار المنزل هو هي الشيء المادي. لا بريبار يعانوا منه الشعب الجزائري هو قبر الحياة، وإن شاء الله ربي يرزق كل واحد اللي ينسكري في لاديال وربي يرزق.
ما نستحقهمش. انا نستحق العزه تاع ربي، العزه تاع ربي، ربي هو يعزني، فهمتني ولا لا؟ هذا ما نحوس. وشنو هي اغلى حاجه يقدر يملكها الانسان؟ والله شوف، انا من جانب الماديات ما لا، بالنسبه لي انا درك على رايي الشخصي لا تعتبر حاجه اغلى، لانه الماده علاش؟ الماده فانيه تجي وتروح. القيم هذه هي اغلى شيء.